بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واستئناسا بحديث كل أمر ذي بال وإن كان ضعيف، واقتدام بعلماء السلف، وتيمنا تبركا بالبداء بسم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. عادة، قلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أنه في العادة يذكر لك المسائل مقيدة بعدد معين، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. قال: اجتنبوا 7 الموبقات، 5 من الفطرة. لماذا؟ حتى إذا انفض وانتهى المجلس يستطيع الصحابة رضي الله عنهم أن يضبطوا هذه الأمور التي ذكرت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: مر لك الأصول 3، القواعد 4، المسائل 3، نواقض الإسلام، يقول 10، ذكر لك هنا 10 نواقض. هل هي محصورة بهذه 10؟ قال: ليست محصورة. وسوف يعني نرى من كلام الإمام محمد بن الوهاب أنه يقول ليست محصورة بهذه 10، لكن هي أعظم النواقض. نسأل الله السلام والعافية. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، وأراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية مخرج من الملة، بخلاف الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. هذا، وتقدم معنا أن الإنسان إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر، تاب الله عليه، لعموم الأدلة: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الإشكال إذا مات على الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا على قول. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه عادة المصنف أنه ما يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وهذه ميزة تميزت بها كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من الكبائر والصغائر. وهذه الآية فيها دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة غير مخلد خلود أبدي في النار، وأن الله سبحانه وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى معنا قلنا الشرك إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه، وإذا مات عليه على الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا قول في الشرك الأصغر. القول الثاني أنه مثل ومثل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب وإن شاء عفى عنه. القول الثالث وسط بين القولين، إذا كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت المشيئة، كثير لابد من العذاب ثم بعد هذا يدخل الجنة، على اعتبار قال صاحب الشرك الأصغر
لا يخلد في النار خلود أبدي. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لا يمكن أن صاحب الشرك الأكبر يدخل الجنة بأي حال من الأحوال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. ومنه الذبح لغير الله. لا يستطيع المصنف أن يحصر لنا أنواع الشرك الأكبر، لكن ذكر لنا أمثلة منها. قال: الذبح لغير الله محبة وتعظيما، كالذبح لأصحاب القبور أو الذبح للجن. نعم. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية، وشركهم كان في توحيد الألوهية. وقعت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوحيد، توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وقال أنهم كانوا يريدوا من هذه، لا يعتقدوا أن هذه الآلهة تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة، وهذا أخذناه في القاعدة الثانية من القواعد الأربع. فكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر، ووافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة حق لله، قل لله الشفاعة جميعا، لكن الشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر، وأن يعتقد أنه سبب لا مؤثر بذاته. إذن كل من طلب القربة والشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وتقدم معنا تفصيل في الشفاعة، وقلنا الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعنا التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هذه التي عناها الإمام محمد عبد الوهاب أنها نوع من الشرك الأكبر، وقال هي التي نفى القرآن وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، خرج به فيما يقدر عليه المخلوق. قلنا تصح أن تطلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأن يكون حي حاضر قادر سبب. الثاني: الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وتطلب من الله، وتطلب من الله بثلاثة شروط: الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. وجمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. قلنا شيئا نكرة تعم كل شيء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وشفاعة عامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وللملائكة وللصالحين وللشهداء وكل موحد وللأفراد يعني الأطفال الصغار. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. الشفاعة العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين. الثاني: الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، لأن الموحد لا يخلد في النار خلود أبدي، والذي يخلد في النار خلود أبدي قلنا المشرك شرك أكبر. والشفاعة في من
استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. إذن الله سبحانه وتعالى علق الخلق به سبحانه وتعالى، وهؤلاء الكفار يريدوا أن علق الخلق بالخلق، والله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طلب الدعاء من المخلوق، هل يصح طلب الدعاء من المخلوق؟ قال إذا كان فيه نوع افتقار هذا نوع من الشرك الأصغر. يأتي بعض الناس إلى بعض الصالحين ويقول أنا يعني عندي كذا وكذا من المرض وزوجتي بها كذا وكذا فأريد أن تدعو لي لأني محتاج وكذا، ويظهر افتقاره للمخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. وإذا كان طلب دعاء حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب فهذا يصح، لكن الأولى تركه. نعم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ويتوكل عليهم، التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. وينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر. فهذا الذي يقصد المصنف بالتوكل في هذه في الناقض الثاني. فإذا اعتمد اعتماد مطلق وفوض جميع أموره إلى هذا الذي يقصد من الآلهة والأصنام على ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني قال توكل اعتماد على حي مع نوع افتقار، مثل ما ذكرنا في الدعاء يفتقد للمخلوق هذا نوع من الشرك الأصغر. إذن القسم الثاني من التوكل هو اعتماد على حي لا على ميت مع نوع افتقار. مثاله بعض الناس ينفق عليه الأمير مثلا يعطيه مكافأة كل شهر مثلا، تأتي لهذا الرجل تقول من أين لك المال والنفقة؟ يقول من هذا الأمير. طيب لو قطع عنك هذا الأمير النفقة والمكافأة هذه ماذا تصنع؟ قال أموت أتشرد أضيع كذا مثلا. إذن هذا عنده نوع افتقار إلى المخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. ولو قال ما هذا الرجل وهذا الأمير إلا سبب وفي السماء رزقكم وما توعدون فهذا ليس عنده أي شيء أي نوع افتقار. إذن الأول من أنواع التوكل اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، قال هذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوضت فلان. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة. في شؤون العامة وكل من يقوم على الحج، وكل من يقوم على المدينة، وكل في الشؤون الخاصة من يشتري له أضحية، وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام. إذن سبب يعني مجيء الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا في تقسيم التوكل إلى ثلاثة أقسام لأنه هذا نوع من التفويض، لكن هذا لا يصح قلنا أن تقول توكلت على فلان، بل تقول وكلت، هذا معنى أنك أنت أعلى منه مرتبة. طيب إذن الخلاصة أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر صرفه لغير الله الأول، والثاني شرك أصغر اعتماد على حي معنى وافتقار، والثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول فوضت
أي وكلت. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. المسألة الثالثة هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ومن شروط لا إله إلا الله تقدم معنا الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يهود أو نصارى بلغتهم الدعوة، الذين في الزمن عليه الصلاة والسلام، الذين في الزمن الآن ولم يدخلوا في الدين فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إذن دين باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه ماله. يعني الذي لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله. إذن لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قاله الله سبحانه وتعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. إذا لابد في شهادة الإخلاص، وقلنا هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك في الكفر بما يعبد من دون الله أو توقف، قال أنا متوقف في هذه المسألة، أو تردد، قال هذا ليس موحد. وقال الإمام محمد عبد الوهاب: فيها من مسألة من أعظمها وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. وهذا قال من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولابد أن تبرأ من الشرك وأهله، وهذا تقدم معنا بالقلب واللسان والجوارح، ولا تصحح ما هم عليه، بل لابد تعتقد أن ما هم عليه كفر وضلال. نعم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.